جدا. وفيديو عفوي بدون تحضير بجمع بيني وبين جزء صغير من موظفين شركة هياكل ميديا، كان المفروض انزله على قناتي الثانية بس حكيت انزلكم اياه هون. واذا عجبكم وعجبتكم هاي النوعية من الفيديوهات العفوية اللي بدون تحضير وتقريبا بدون مونتاج، خبروني بالتعليقات عشان نعمل منهم كثير. شو مالك انت هيك بتصور؟ هاي كيفكم؟ شو اخباركم؟ حابة احكي لكم موضوع، بس اسمع انا كثير طويلة حس حالي. السلام عليكم يا جماعة، هذا اول فيديو على قناة الثانية، حيكون مع موظفين شركة هياكل ميديا، الشركة اللي اذا لقيتكم متحمسين عنها راح احكي لكم عنها قريبا جدا. وعن دليل طنيب المراسلة في الشركة. عملنا قهوة مشاي. طنيب مين؟ طنيب مين؟ صفاء بتشطف الدرج. رغد ديليفري توصيل تاكسي. يارا محدش عارف شو بتعمل. هي ما بتسلينا، هاي هي شركتنا. هاي يا جماعة اللي ما بيعرف، كل ورايهم جزء من موظفين شركة هياكل ميديا اللي إلها تقريبا شهرين أو ثلاث شغالة، وإذا حابين تعرفوا عنها أكثر بحكي لكم فيديوهات جاية. ففكرة الفيديو كل حدا فيهم حيسألني سؤال، والسؤال القوي اللي ما بجاوب عليه كم حيربح صاحبه؟ 10 ليرات. 10 ليرات. فمين بدها تبلش؟ هي انت فاجأتنا. مين بدها تبلش؟ يلا صفاء. انا بدي ابلش. يلا صفاء تفضلي احكي مع الكاميرا مش معي. يا هيك طلع الكاميرا. شو اكثر موقف كسرك بحياتك؟ اكثر موقف كسرني في حياتي؟ عميق والله، عميق ما توقعتش يطلع منها. اكثر موقف كسرني بحياتي عندما تعرضت للخيانة. طب أثرت نفسيتك؟ لا ما عادي. أثرت نفسيتك؟ لا جد هلا موقف الخيانة أثرت نفسيتك؟ أكيد أثر نفسيتي. هلا كلب أنا بحسر عادي. قال صريح. مين أكثر وحدة بتحبها بالشركة؟ أكثر وحدة بحبها بالشركة؟ أكثر حد بحبه بالشركة؟ المراسل. حسنا شوفوا عشان أكون صريح، بحكم انه اكثر حد بقضي وقت معاه دليل لانها هي مديرة الشركة وهي اكثر حدا بقضي معاه وقت، بس صدقا يعني معزتكم في قلبي نفس المعزة. اول راتب اخذته بحياتك؟ اول راتب اخذته بحياتي كنت اشتغل مع حداد، كان 15 دينار بالاسبوع. اوه حدا من اصحابك كان تتمنى يكون مثلك على مكانك، مين هو؟ ابن عمي عبد الرحمن. تعرف ليش؟ لانه هو اكثر حد في العالم بتمنى له الخير، فبتمنى له يصير احسن مني كمان. اول هديه اجتك؟ اول هديه اجتني من جارتنا هنادي زمان. والله جابت لي يويو. بتعرف اليويو؟ طعطف. هذا اول هديه اعطيتها لحدا؟ اول هديه اعطيتها لحدا كانت بعيد ميلاد اختي الكبيره، جبت لها هديه. لا 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 لا. شو الهديه؟ اول هديه كانت بعيد الام، جبت لأمي ذهب وعمر 16 سنة ومني. الله غير زيادة 20 ليرة كل واحد يعطي سقيفة. مرحبا السلام عليكم. سوري. لا هاي رغد اللي بتعرف تقلد. لا انا ولا انت بتعرف. معناته انا بتم تقليدي وانا مش موجود. لا والله بحياتي ما قلدت. اكثر شخص بتكرهه على السوشيال ميديا ولا شو بتكرهه؟ اكثر شخص بكرهه على السوشيال ميديا ولا شو بتكرهه؟ اكثر شخص بكرهه ليش بكرهه؟ لا لا طب ما رح يقدر يجاوب. لا بجاوب ثواني. في 10 ليرات. انا بعرف وين هبه. هيني ماك مختفيه. هبه هون. يا السؤال بعده. يا ما جاوب. شو بجاوب؟ او بتعطيني 10 يعني عادي مش سهلة. اكثر شخص بكرهه على السوشيال ميديا وليش بكرهه؟ بصراحة بكره المشكلة الله يلعنه. ما بدك تجاوب عادي as you like. ما بدك تجاوب لا تجاوب. اسمع جاوب واعمل تو. بكره ساهر منذر. بكره ساهر منذر. بكرهه لانه غير رجل. اذا كان في شخص عزيز عليك، صديق ماشي مش شخص يعني، صديق عزيز عليك وعمل معك موقف كثير كبير، تنسحب ولا بتسامح؟ كيف يعني عمل معي موقف كبير؟ يعني عمل معك موقف ما عجبك. انا بعطي للكل يعني، هي قصها يعني عارف هي شوي غبيه فبدنا نعذرها. هي قصها انه اذا واحد غلط معك كثير بعز عليك بتسامحه ولا لا؟ انا بعطي فرص ثانيه للكل بس ما بعطي فرص ثالثه لحدا. بس لو سمحت كلمه غبيه بتشيلها بالموضوع. حشيلها اكيد طبعا. هبه سؤالي. شو اول اغنيه اهديتها لقره عنا؟ متذكرها. ايش هي؟ ثواني، كانت اغنيه لمشروع ليلى.
ومنحرق هالمدينة لنعمر وحدي أشرف ومننسى هالزمان. أهلا أخذ بنتك أو أبنك المستقبل بنتي. إذا بنت صراحة لا إذا إذا بنت نفسي أسميها يافا، وإذا ولد نفسي أسميه آدم. أكثر موقف غلط عملته بحياتك؟ أكثر موقف مشكلة سليتكم صعب لتفكير ثواني. أكثر موقف غلط عملته في حياتك صراحة في شركة من الشركات اشتغلت معاها وغدروا فيه، مش في الأردن في دبي غدار. فلو يرجع فيه الزمن ما بشتغل معه. أغلط إيش عملته صراحة؟ غلط كبيرة في حياتي لإني قدمت لهم كثير بالمقابل اللي تقدم لي إساءة. هو بهرب من السؤال بس. لا والله والله العظيم جواب من قلبي يعني. على فكرة كل المتابعين تقريبا عارفين عن شو قصدي. أكثر أغنية بتحبها؟ باسنجر. مسنجر؟ باسنجر. أكثر فنان بتحبه؟ باسنجر ولا فيسبوك؟ إذا رغد بس ضحكت لي. لا أكثر فنان بتحبه؟ أكثر فنان بحبه سينابتك. أكثر إيش بتكرهه بحالك؟ خشمي. ليش؟ بدي أقصه. يا جماعة امدحوا خشمي بالله عليكم. يا الله امدحوا خشمي والله مرتب. جود مورنينج. والله ما بتمدح خشمي نقسم عليها. اسمع جنن حياتي خشمي مرسوم رسم هبه اشي ناري على الاخر. دليل ما بقدر. لا بدك تمدح خشمي ولا اقسم بالله غير نخصم عليكي. اقسمش لانه اصلا مصاري معي. والله صح معك. على الشهر الجاي معقول انا اطلع حلوه بالفيديو؟ لا لانك برا الفيديو مش حلوه فمش حتطلع حلوه بالفيديو. طبعا جد انا حاسه حالي. حاسه حالك ايش؟ مش عارف. لا انت هيك اصلا زي ما انت حاسه. بس بتحط لنا فلتر. حط لكم فلتر. فلتر راح احط لكم فلاتر. مين كمان هبه بدك فلتر؟ لا ما بحس. صفاء كيف الكيس فلاتر هناك اذا بدك تجيبه. احنا بنعمل باجات لهم بس الحمد لله ما حدش بيلبس. بلا كيف ما بنلبس هيهم. لا تردوا عليها اسمع هي نفسها ناسي الباج تبعي. طب وين باجتك انت دليل؟ انسيها بالبيت. حلقه جديده مع فيديو جديد مع هياكل ميديا. ما تضرب مع هياكل ميديا. لا لا هاي مش هيك. هاي استني هاي مش قناة هياكل ميديا. هاي قناة الثانية. هذا اول فيديو عليها. شو اسمها؟ اصلا ما بدنا نحكي شو هي الشركة. طيب بنشوفكم بحلقة جديدة. اسمعوا استني الاضاءة مش كثير استنوا خليها تاخذ. بنشوفكم بحلقة جديدة وفيديو جديد وباي. يا الله.